بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، يا سيد العقلاء يا خير الورى، يا من اتيت الى الحياة مبشرا وبعثت فينا بالقرآن عاليا، وطلعت بالاكوان بدرا نيرا. والله ما خلق الاله ولا عرى بشرا يرى كمحمد فوق الورى. صدقت سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ايها الاخوة المسلمون الكرام، نستمع واياكم خاشعين الى مأدبة القرآن الكريم يتلو علينا من ايات الله البينات ذلكم العالم القرآني فاضلة استاذنا القارئ الشيخ رمضان محمد جابر المقيم بمدينة الاسكندرية. والان نستمع اياكم خاشعين للتلاوة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء عشاء يبكون قالوا يا صبر جميل
لكم أنفسكم أمرا أعلم سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا صبر جميل فصبر جميل الله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه فأدلى دلوه قال يا بشرى غلام وأسروا بضاعة
وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه أكرمي مثواه عسى أكرمي مثواه أكرمي مثواه أكرمي مثواه عسى وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا يوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون
بها عن نفسي وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب إنه لا يفلح الظالمون إنه لا يفلح ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ولقد همت به وهم بها لولا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء
إنه من عبادنا المخلصين. وراودته التي هو في بيتها وغلقت الأبواب سبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف
فيا سيدها لدى الدعاء واستبق الباب وقدت قميصه فكذبت وهو من الصادقين وهو من الصادقين فلما قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين فلما رأى قميصه قد من دبر قال
يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدقت سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ايها الاخوة السادة الحضور الكرام، استمعنا سويا الى مأدبة القرآن الكريم. استمعنا من فضيلة استاذنا القارئ الشيخ رمضان محمد جابر قارئ القرآن الكريم والمقيم بمدينة الاسكندرية محافظة البحيرة. شكر خاص للهندسة الصوتية والانارة الكهربائية والفراشة العالمية، ادارة الحاج احمد عمرو، الحاج احمد عمرو المقيم بقرية معنية مركز اداري البريد محافظة البحيرة. ايها السادة المعزون الكرام، شكر الله ساعاتكم جميعا.